السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نوضح لكم في هذا الفيديو ربط المقطع الخامس لهيكل الحديد، والذي موضح في عمليات الربط في هذا الفيديو. أصبح لنا الآن خمس مقاطع حديدية مربوطة، ونعمل الآن على تهيئة المقطع السادس الذي بإذن الله سوف يتم ربطه بعد الساعة الثالثة ظهرا من هذا اليوم. موضح لكم في الفيديو عمليات الربط للجزء الخامس، كما موضح ربط البراغي واللي عددها في هذا الموقع تصل إلى 22 برغي. هذا المكان هنا عمليات التثبيت واضحة، عملية السنتر للثقب. نعمل لحساب المواقع لعدم الوقوع في أي خطأ في العمل. هنا موضح الخمس مقاطع الواضحة في صبغتها الجديدة. أعمال الحدادة لتهيئة سلة للعاملين للصعود إلى المكانات المرتفعة في الملعب، وهنا موضح العمل المستمر للتهيئة للأجزاء الأخرى بعمليات التنظيف والصبابة. نحن الآن في مقطع أي في الطابق الرابع للملعب. هنا تظهر أعمال الصحيات الخاصة في هذا المقطع. عمليات القياس وحساب المسافات وتهيئة التول الخاص في التوصيل. هاي صور توضيحية أيضا لعمليات التوصيل. هنا الربط واضح. هنا يظهر لنا عمليات بناء المقاطع بالثرمستون واستخدامها لإكمال مقاطع الصحيات. يظهر لنا في الفيديو أيضا الكاميرات التي وصلت المنشأ الأوروبي إلى الملعب، موضحة التي تستخدم ضمن التندر الموجود لدى الشركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.